يلا نسوي ألذ تشيكن برجر. عندي هون صدور دجاج قسمتها لنصين وبضريها بهذا الشكل. وللتتبيلة خلط نصف كوب زبادي ونصف كوب حليب، بيضة واحدة والتوابل اللي مكتوبة على الشاشة. خلطتهم كلهم مع بعض وبعدها ضفت صدور الدجاج وتركتهم في التتبيلة لمدة نصف ساعة. عندي هون شيبس تشيتوس طحنته بهذا الشكل وحطيته في صحن. في الصحن الثاني حطيت طحين مع نفس التوابل اللي حطيتها مع الدجاج. بعد ما تبلت صدور الدجاج باخدها وبحطها في الطحين وبعدين في التتبيلة مرة ثانية وبعدين في التشيتوس. تركتها تبرد في الفريزر لمدة 10 دقائق وبعدين قليتها على نار متوسطة من الجهتين. ولا تحضير الصوص خلطت مع بعض مايونيز، كاتشوب، ماسترد ودقوس. دهنت خبز البرجر بالصوص وحطيت عليه خس وبعدين الدجاج وشرايح جبنة تشيدر وهالوبينيو لو حابينه حار. وصفة سهلة ولا ألذ، جربوها ممكن تحبوها.